ناخذ هاي الماتريكس اللي هي ايه زيرو واحد زيرو. واحنا في السياق تبعنا هذه عبارة عن ايه؟ ايش سمينا ايه؟ اي ماتريكس سمينا ايه؟ ستيت ماتريكس. ستيت ماتريكس اي فورم هذه محطوطة فيه؟ كنترولابل. كنترولابل هي كنترولابل كونيكال فورم كانونيكال فورم. هذا عندي هون زيروز واوف في عندي واحد. إذا نحاول نلاقي الآن فهي راح أحطها أنا إيه هون سب سي. نحاول نلاقي الايجن فاليوز والايجن فيكتورز. كيف ممكن ألاقي الايجن فيكتورز؟ ناخذ الديترمنت لألفا لامدا اي ماينس اي ديترمنت. خلينا أول شيء نطلع شو هي لامدا اي ماينس اي. لامدا اي ايش الدايمنشن لازم تكون تبعتها؟ 3 ب 3 مش هيك؟ 3 ب 3 ماينس اي سي لامدا. عندي هاي 1 1 1 ماينس اي واي بالحاله هاي 0 1 0 0 0 1 ناقص 6 ناقص 11 ناقص 6. فبصير عندي هلا هاي ببسطها بتدخل هذه هون بطرحها من هون بصير عندي لامدا 0 ناقص 1 لامدا هون 0 0. السطر الثاني عندي هون بتصير هذه 0 لامدا ماينس 0 لامدا. وعندي هون ناقص 1 وبعدين عندي اخر شيء هون لامدا في 0 ناقص ناقص 6 زائد 6 ناقص ناقص 11 زائد 11 واخر شيء لامدا 1 زائد لامدا زائد 6. اوكي هلا بدنا نلاقي الديترمنت تبعت هاي. فالديتيرمنت تبعت هاي بدنا نساويه بزيرو. الديتيرمنت ايش كيف بلاقي الديتيرمنت؟ ناخذ هذا ونضربه في الديتيرمنت تبعت هاي ناقص هذا مضروب في الديتيرمنت تبعت اللي ضل الادجوينت بعدين زائد هذا في الديتيرمنت اللي ضلت بيطلع مع معادله تكعيبيه. اذا هاي من هون بتعطيني لامدا لامدا في لامدا بلس 6 ماينس ماينس بتصير زائد 11 مضبوط هيك. بعدين عندي ناقص ناقص 1 بتصير زائد 1 مضروب في ناقص ناقص بتصير زائد 6 هاي بتساوي 0. بصير عندي هلا هون لامدا لامدا تربيع زائد 6 لامدا زائد 11 زائد 6 بتساوي 0. إذا عندي هون لامدا كيوبد زائد 6 لامدا تربيع زائد 11 لامدا زائد 6 بتساوي 0. هلا بتعرف تستعمل الآلة الحاسبة تطلعوا الجذور التكعيبية بتعرفوا. إذا هون عندي بيطلعوا هدول ناقص 1 لامدا بتساوي 1 2 3 بتساوي ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3. اوكي اذا هذا ايش بقول لي؟ بقول لي انه في عندي 3 فيكتورز. الثري فيكتورز هذول لو عملت اوبريشن على الفيكتور باي ذس ماتريكس وهون الماتريكس انا هاي صرت افكر فيها كانها ترانسفورميشن. اذا بدي اخذ هاي الانالوجي اذا عملت ترانسفورميشن على هذول الثري فيكتورز لسه مش عارفهم في حاله معينه في واحد من الفيكتورز راح ينضرب في ناقص 1 الفيكتور الثاني راح ينضرب بناقص 2 والفيكتور الثالث راح ينضرب في ناقص 3. ماشي الكل واضح فاهم هذا الجزء؟ هلا بدنا نطلع الثري فيكتورز هذول.